مالك بن نويرة مرتبطة بالدين، بكل الدين كاملا. لماذا؟ لأنه نحن إذا أبرزنا إلى الأمة دينا ينشر الدماء وينشر المجازر، ثم بعد ذلك نلبس نشر الدماء بدعوى التأويل. وهذه المسألة زرعت من قبل أبي بكر. أبو بكر أول من زرع هذه المسألة، ولذلك عمر انتفض على أبي بكر. عمر هم يقولون أنه عمر هو أفض وأغلظ في هذه المسألة. أبو بكر برر القتل، فالقاتل الحقيقي، القاتل الحقيقي لمالك بن نويرة هو أبو بكر، هو القاتل الحقيقي. الآن يأتي إنسان يقول لماذا تقول أن القاتل هو أبو بكر؟ وأنا أقف حائرا حول هؤلاء الذين يشكلون علي. هاي أنا أشكلوا لماذا؟ لأنه نقول لهم أنه من فتح بلاد فارس؟ يقولون عمر. طيب عمر ما ذهب إلى الجيش؟ يقول لا، لأنه هو الحاكم فهو مسؤول عن الجيش. طيب يزيد هو الذي قتل حسين؟ لا، ما هو مسؤول عن الجيش. طيب الآن جيش أبو بكر هو الذي قتل، أبو بكر هو القاتل؟ يقولون لا. شوفوا إخواني اللعب ورب الكعبة، هؤلاء دينهم وضعوا أسماء ثم وضعوا قالبا حتى يحافظوا على هذه الأسماء. وإلا الحقيقة عندما نأتي لأهل البيت يبررون يزيد بن معاوية ويطعنون في علي في خروج الذين خرجوا على علي عليه السلام، مع العلم يبررون القتل والقتال للبريء لأبي بكر وعمر. ودعوني أضع لكم، وأرجوكم أن تعطوني مجال، أضع لكم ما ذكره ابن تيمية في كتابه منهاج السنة. ابن تيمية أخواني في منهاج السنة رد على العلامة الحلي، العلامة الحلي يورد أمورا وابن تيمية يرد هذه الأمور من وجهة نظر السنية بين هلالين أنه نحن السنة نرد على ابن العلامة الحلي ابن المطهر على اعتبار أنه شيعي رافضي. فابن المطهر الحلي نقض على السنة ونقض على أبي بكر، وهذا كلام اللي يضايق مني، هذا كلام مش مني، هذا علمائنا وهذا القرآن أساسا يقول به. لماذا؟ لأن أنت لا تشكل علي، لأن القرآن يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو؟ جهنم. إذن خالد بن الوليد وين؟ في جهنم. هذا نقطة السطر، هذا القرآن هو الذي يقول. لما أريد أن أطبق القرآن يقولون أنه خالد بن الوليد قتله متأولا. زين يا أخوان، المتأول إن أصاب فله كفلان من الأجر، وإن أخطأ فله كفل من الأجر. إذن نحن نقدم دينا للإنسانية أنه يأتي خالد ابن الوليد ويذبح الناس، ثم بعد ذلك مش فقط نسامحه، لا، نعطيه أجر على قتل الناس وقتل الإنسان البريء. أي دين هذا؟ ذكر ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، الكتاب أمامكم على الشاشة، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. هذا كتاب منهاج السنة، وأنا أقرأ من المجلد الثالث. في النقض نقض العلامة الحلي هنا فصل كامل عقده العلامة الحلي عندما ضرب المعتقد. حتى شوفوا إخواني أنا صادق مع ربي وهذا البرنامج صادق معكم وينقل لكم بعلم. يقول قال الرافضي وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد، مين؟ أبو بكر. ولا حده حيث قتل مالك بن نويرة وكان مسلما وتزوج بامرأتي، هذا
هذا خالد، والله ديننا فيه مخازي والله العظيم، لكن ينبغي أن تكشف. يعني هؤلاء حقيقة عبدة الأسماء، واحد من الأسماء التي يعبدونها هو خالد بن الوليد، رجل قتل إنسانا وذبحه وذبح القبيلة ثم تزوج بزوجته في نفس الدقائق. وحش، وحوش والله العظيم. وما أرسلناك إلا إيش؟ إلا رحمة، مو إلا وحشا للعالمين. يقول وكان مسلما وتزوج امرأته في ليلة، في ليلة قتله وضاجعها، وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل، لأن عمر انتفض. الآن بس لحظة، المشكلة المواضيع كثيرة وإحنا راد نطول بالحلقات حتى نغطي المواضيع. شوف إخواني، عمر أشار بقتله، أنا راح أقلب صفحات، راح أقلب صفحات حتى أبين لكم الإلزامات الكثيرة في هذه النصوص. هذه الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة، أقلب هذه، شوفوا هذه الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة. هنا أنا أقرأ من الصفحة 81 و200 أمامكم، راح أقلب إلى 325. 325 بعد صفحات ماذا يقول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به. يعني عمر إذا نطق، نطق معه ماذا؟ الحق. يابا أنتم مو قلتم أنه النبي صلى الله عليه وآله الله وافق عمر وخالف النبي؟ يعني حتى الله يوافق عمر. الآن السؤال، إذا الله، الله سبحانه وتعالى يوافق عمر، الآن ليش أبو بكر ما وافق عمر في هذه القضية؟ ليش الله ما وافق، الله يوافق عمر، ليش أبو بكر ما وافق عمر في هذه القضية؟ شوفوا إخواني، ابن تيمية حتى يرقع، أنا قلت لكم موضوع كبير جدا ويحتاج إلى حلقات وحلقات، لكن شوفوا بغض هؤلاء. الآن هو قال أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة. إخواني، إيش دخل علي بن أبي طالب في هذه القضية؟ حتى أنا أقول لكم، أنا أزعل من الأخوة الكرام عندما يشكلون على المتداخلين عندي في البرنامج. ليش؟ لأن والله إخواني هذا ما هو كلام أبو عائشة ولا كلام عمار ولا، هذا هو كلامهم، لكن هؤلاء أوضح من غيرهم، هؤلاء أوضح من غيرهم. الآن رجل قال أن مالكا قتل من؟ قتل أن خالدا قتل مالك بن نويرة، إيش دخل علي بن أبي طالب؟ لكنها الحسيكة. شوف ماذا يقول، يقول والجواب، يعني ابن تيمية يجيب، يقول إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما، المعصوم يعني معصوم الدم، المعصوم مما ينكر على أبي بكر على الأئمة. أو بالمناسبة أنا قلت لكم الموضوع كبير، وفي كل، أنا مشكلتي أفكك العبارات، مو يجينا واحد يقول هؤلاء ما هم أئمة، النبي مو قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يقول خلفاء، لكن هنا يسموهم إمام. ابن تيمية يصير، لكن لما الشيعي عندما يسمي علي بن أبي طالب إمام، لا هذه بدعة، الأئمة بدعة، النبي ما قال أئمة. المهم يقول إذا كان ترك قتال المعصوم مما ينكر على الأئمة، أي احنا في خالد، اجت الحسيكة، يقول كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي. هذا أمامكم على علي، فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك. يقول أنتم يا شيعة إذا تدافعون عن مالك بن نويرة قتل، وإحنا مو شيعة، إحنا وعمر، إحنا وعمر، عمر هو اللي دافع. فابن تيمية يقول إذا أنتم تدافعون فإحنا نطعن في علي بن أبي طالب لأنه لم يدافع
عن عثمان ولم يقتص من قتلتي. إيش دخل علي بالقضية؟ وهل هؤلاء الذين قتلوا هم أتباع علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هل هم معروفون؟ الآن شوفوا الشيطان، شوفوا حبائل الشيطان عند هؤلاء. أرجوكم ممنوع إنسان يكتب لي بالمستقبل لا تستقبل فلان ولا فلان. ليش؟ لأن معناها أنتم لماذا تطبعون كتب ابن تيمية ولماذا تستقبلون في الدول الشيعية كتب ابن تيمية في إيران وفي العراق وفي معرف منه؟ فيقول إنه هذا على عثمان بن عفان، يقول وهو قتل مظلوما وقتل شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله. يعني شنو بلا تأويل مسوغ لقتله؟ وعلي عليه السلام وعلي لم يقتل قتلته، وهذا من أعظم، يعني علي جرم علي بن أبي طالب من أعظم. الآن سؤال، إيش دخل علي بن أبي طالب بالقضية؟ فين علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ فين خالد بن الوليد؟ فين عمر؟ أساساً مو بالقضية، لكن افخروا يا شيعة، إذا طعنتم بهؤلاء وجهوا لكم سهام الطعن في الزهراء عليه السلام وفي علي بن أبي طالب، لأنهم يعلمون أنكم تتولون علي. ثم يقول فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتلة عثمان فعذر أبي بكر في ترك قاتل مالك بن نويرة أقوى، وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أولى أن يكون له عذر في ترك قتلت عثمان. سؤال، علي أبو بكر، شوفوا أخواني خلي أبين لكم هذا التلبيس من ابن تيمية، أخوان خلي أبين لكم هذا التلبيس، هو الموضوع كبير، وإذا قرأت كل الصفحات اللي في هذا الموضوع ممكن 4 ساعات أتكلم وأفكك العبارات وما لحق، لكن أريد أن أبين لكم هذا التلبيس في هذا الكلام. أنا أبو بكر بعثت جيشا بقيادة خالد بن الوليد. مين اللي بعثه؟ أنا أبو بكر بعثت الجيش، جيشي قتل مالك بن نويرة، جيشي وقائد جيشي اللي أعطيه رواتب وأعطيهم أسلحة قتل. هذا قارنته بمن قتل عثمان بن عفان. هل قتلت عثمان بن عفان الإمام علي جندهم كما جندنا خالد؟ هل الإمام علي أعطاهم فلوس كما أعطى أبو بكر لخالد؟ هل الإمام علي عليه السلام قال لهم اذهبوا إلى المكان؟ لا، كل هذا لم يفعله علي. طيب لماذا تقارن الآن تقول إن عذرنا هذا فنعذر هذا وعلي لم يفعل؟ علي لم يفعل يا ناس، لاحظتم التلبيس وين؟ يقول لك أنتم إذا أبو بكر لم يقتل خالد بن الوليد فعلي لم يقتل قتلة عثمان. طب علي ما له علاقة، ولم يكن هذا جيشه ولم يكن بأمره، لكن هؤلاء قتل بأمر أبي بكر، فأبو بكر هو القاتل. هذه لو أردت أن أفكك العبارات هذا سطر واحد، أما ما إذا أردت والله العظيم، شوف أخواني هذا السطر الثاني أبو يقول فإن قال، بس أقرأ لكم هذا الكلام وأنتم الله يعين، يقول فإن قال قائل علي معذور، شوفوا الدجل، فإن قال قائل علي كان معذورا في ترك قتلة عثمان، اسمع علي معذور في ترك، لحظة خلي أخذ الكاميرا كاملة، يقول إن كان إذا قال قائل علي كان معذورا في ترك قتلة عثمان لأن شروط الاستيفاء لم تكن توجد، أما لعدم العلم بأعيان القتلة.
عدم العلم بأعيان القتلة، لأن سابقا ما في تصوير، وهم يقولون أنها فتنة وأكبر فتنة وصار القتل والقتال. فلا نعرف الأعيان الذين قتلوا عثمان، وأما لعجزه عن القوم، وأما أنه عاجز لكونهم ذوي شوكة ونحو ذلك، فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل مالك بن نوير. شوف الله أكبر يا رب. يقول أن عليا عليه السلام لا يعرف الأعيان. طيب إذا لا يعرف الأعيان هو معذور، لأن أنا ما أعرف من الذي قتل عثمان بن عفان حتى اقتص منهم، ثم أنا ما كنت خليفة عندما قتلوا عثمان بن عفان. المسألة الثانية يقول لماذا لم يقتص بعد الخلافة؟ لأنهم كانوا ذوي شوكة. طيب شلون تكذبون علينا وتقولون لنا أن عثمان بن عفان هو الذي انتحر، بناء على ردا عليكم، هو الذي انتحر وقال لا تدافعوا عني؟ إذا هو قال لا تدافعوا عني، لماذا تأتون لعلي بن أبي طالب عليه السلام وتقول له أعطوني القتلة؟ هل لاحظتم الدجل؟ طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إخواني الأعزاء، هذا كتاب تاريخ خليفة بن خياط، حتى تعرفون هؤلاء كيف أناس مستهترين حتى بالدين، حينما ينسبون أن هؤلاء ارتدوا وفعلوا ما فعلوا وغيرها. يقول والسنة الصحيح: وحدثنا علي بن محمد بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر قال: قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بمقتل مالك وأصحابه، فجزع من ذلك جزعا شديدا، فكتب أبو بكر إلى خالد فقدم عليه فقال: أبو بكر، هل يزيد خالد على أن يكون تأول فأخطأ؟ ورد أبو بكر خالدا وودى مالك بن نويرة، دفع الدية مات المرتد، ورد السبي والمال. الله أكبر. ورد السبي والمال. عجيب، الإخوان المرتد له دية في الإسلام، مرتد كافر. طيب، ورد السبي والمال هذا باعتبار اعتبرهم مسلمين. طيب، والقضية قضية مشهورة حتى فيها أشعار من الحطيئة، وقضية تاريخية عميقة مشعبة فيها تفاصيل كثيرة جدا. طيب، أنتقل إلى عالم من علماء السنة، وهذا العالم هو ابن حزم الظاهري، له كلام جدا مهم في هذه المسألة. يقول ابن حزم في كتابه الأحكام، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين، هذا في المحلى بالآثار، محلى بالآثار هذا أمامكم على الشاشة. يقول: والقسم الثاني قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم، لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر. يعني مو منكرين للزكاة، لا، أبو بكر ما نعطي الزكاة. إخواني كانوا يسمونه بأبي الفصيل. ليش أبي الفصيل؟ لأن البكر الناقلة كانت بكرة ابن بنت الناقة، يعني قوية، يعني هذا مصدر قوة، رجل قوي أبو بكر. كانوا يسمونه أبو الفصيل، الفصيل ضعيف، يعني يسمونه أبو الفصيل. يقول ما نعطي الزكاة لأبي الفصيل، وهذا موجود في المغازي. ولكونهم كما ذكر الواقدي لم يعترفوا به كخليفة شرعي، ذكرناها البارحة أو أول البارحة. يقول: من أن يدفعوها إلى أبي بكر، يعني مو انه ما معترفين بالزكاة فرض. يقول ابو بكر ما يستحق، الكون ليس خليفة شرعي، ما نعطيه الزكاة، فعلى هذا قوتلوا. يعني انا ما اعترف بك خليفة، ما اراك مستحق للزكاة، ما اعطيك الزكاة، تقتلني، تسبي عيالي، ها، تفعل ما تفعل بعرض الناس. ثم يقول: ولا يختلف. شوف اخواني، هذا أئمة المذاهب. والمشكلة سيدنا، المشكلة لازم تقول رضي الله عنه وأنه السيف وأنه المعرفة إيش، ولا أنت زنديق؟ يعني هاي المشكلة، يعني أيه؟ ناس قتل عصابتشية ولازم تترضى عنهم، يعني هاي المشكلة. شوف يقول: ولا يختلف الحنفيون ولا الشافعيون في أن هؤلاء
ليس لهم حكم المرتد أصلا وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم، هذا ذنبهم بس، ولا يسميهم أهل ردة. ودليل ما قلنا، شنو دليل ما قلنا؟ طبعا هاي الأبيات حتى في ديوان الحطية أخوان إذا تريدوها موجودة في هذه الواقع. يقول ودليل ما قلنا شعر الحطي المشهور الذي يقول فيه أطعنا رسول الله ما كان بيننا، طاعين الصلاة الزكاة كل شيء نعطيه، فيا له فما بال دين أبي بكر، هذا منين جاء أبو بكر؟ إيه والله دينه فعلا فعلا، هم دين، يعني هذول دين آخر غير دين النبي، هذا التأسيس سيدنا هذا الكلام، هذا التأسيس دين آخر، يعني دين والله ما يتشرف به المسلم، دين إراقة الدماء القتل، وبعد ذلك اقتل اقتل اقتل، وبعد ذلك عندنا كلمة نبرر لك كل شيء، كلمتين، كلمة الأولى فتنة لازم تسكت، إذا قال لك فتنة تسكت، والكلمة الثانية متأول، يعني أنا أروح أذبح العالم، هذا عمل يسرق يقول له غلطت متأول، اللي يقتل متأول، اللي يزني متأول، المعرف منه متأول، اللي يشرب خمر مثل خالد بن الوليد، خالد بن الوليد يقول له للخمر كن عسلا، أو كلهم متأول، هذا غير دين، هذا أي دين سيد؟ طيب فضل. يقول أيورثها بكرا، أيورثها بكرا إذا مات بعده وراث أبو بكر، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، إذا صار أبو بكر الخليفة قاصمة للظهر، شلون استورث الخلافة أبو بكر بأي ذا؟ والله هذه الأبيات موجودة يا أخوان في ديوان الحطية، اقرأوا، هذه أمور تاريخية موثقة بالشعر العربي، ما يمكن أن تكون كذب. أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، ما يعترفون به خليفة، وإن التي طالبتم فمنعتم لك التمر أو أحلى لدي من التمر، هاي اللي طلب الزكاة أحلى من التمر، إحنا ندفعها، إحنا مو منكرين للزكاة، ولكن هذا ما نراه خليفة. يقول فدا لبني بكر بن ذودان، رحلي وناقتي عشية يحدي بالرماح أبو بكر، يحدي بالرماح أبو بكر. طيب هذا يقول هذا دليل على أنهم هؤلاء ليسوا بمرتدين لأنهم طائعين لرسول الله. هذا من؟ إخواني هذا ابن حزم الظاهري، الإمام ابن حزم الظاهري في المحلة. طيب ذكرنا كلام ابن تيمية، والله العظيم عشرات أقوال علماء السنة كلهم لا يعتبرونهم مرتدين. شوف هذا النووي اللي يسمى باسمه أبو عائشة ماذا يقول؟ إخواني هذا النووي، شرح النووي على مسلم، ماذا يقول النووي؟ اسمعوا إخواني، يقول وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح لهم بالزكاة ولا يمنعها إلا إن رؤساءهم صدوهم عن ذلك، صدوهم عن هذه المسألة، الرؤساء صدوهم، مو هذول اللي يسمهم مانع الزكاة، ليش؟ عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني أربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك بن نويرة، ليش؟ ها منعهم من ذلك وفرقها فيهم، إخواني مو أرجعها لهم، إخواني فرقها فيهم، مرة يقول أرجعها ومرة فرقها فيهم، يعني في فقرائهم، يعني ما يرى أبو بكر مستحق لقبض الأموال، لقبض الزكاة، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. وحتى ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يعترف بهذه المسألة. حج أنا أعرف روح أطلت، بس أقرأ كلام ابن تيمية وأنتهي، هذا كلام ابن تيمية أخوان منهاج السنة، يقول والأخبار المنقولة عن هؤلاء إن منهم من كان قد قبض الزكاة ثم أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من كان يتربص، ثم هؤلاء الذين قاتلهم الصديق عليها لما قاتلهم صارت العمال الذين كانوا على الصدقات زمن النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم يقبضونها كما كانوا يقبضونها في زمنه ويصرفونها كما كانوا يصرفونها، يعني ما يعطونها لأبو بكر، يصرفونها مثل ما كان في زمن النبي يعطوها للفقراء. الله أكبر. قتلهم أبو بكر، هذا الذي جرى.
تفضل. طيب شوفوا اخواني، الان انا قرأت من اول صفحة، لكن اللي اذاني انه ابن تيمية القضية قضية ابو بكر ارسل مالك بن نويرة، عمر اعترض على ابي بكر، عفوا ارسل خالد بن الوليد فقتل مالك بن نويرة، فعمر بن الخطاب اعتذر، ولذلك عمر اول ما تولى عزل خالد بن الوليد. هذه القضية تدور بين هؤلاء. بالله عليكم اذا كان الكلام هكذا يا شيعة، انا الان اوجه لكم الكلام للشيعة، شو دخل هذا الذي يكتب الان في منهاج السنة النبوية؟ هذا كتاب منهاج السنة النبوية اخواني حرسكم الله تبارك وتعالى، على الشاشة امامكم، خلي اظهره للاخوة في التيك توك. شوف اخوة، هذا كتاب منهاج السنة. شوف هذا الصفحة اللي كنت اقرأ منها، هاي بداية الفصل، هاي الصفحة. شوف ماذا يقول عندما وصل، يقول ومن قال، شوفوا اخواني الله يبارك فيكم حتى ترون ان هؤلاء الذين معنا هل هم يتكلمون من رؤوسهم ولا يأتون بها من الكتب. ان عثمان كان مباح الدم لم يمكنه ان يجعل عليا معصوما من الدم. اسمع، يقول اذا قلت ان عثمان مباح الدم فعلي ايضا مباح الدم، عليا معصوم الدم، ولا الحسين، الحسين ايضا دم مو معصوم، بل عصمة دم عثمان اظهر من عصمة دم علي والحسين. ابن تيمية يقول دم عثمان اكثر عصمة من دم علي والحسين. اخواني انا اسألكم سؤال، شو دخل علي بن ابي طالب عليه السلام ودم الحسين سلام الله عليه في هذه القضية؟ الجواب له دخل، انا اللي غلطان. ابن تيمية ما غلطان. بس اذنك حق واحد، اسم الكتاب ايه بعد اذنك؟ منهاج السنة النبوية. دم عثمان بقرنوه بدم سيدنا علي وسيدنا الحسين؟ اسال انا هذا الكتاب. والله ظلم. هذا يقول اذا تقولون انه هذا فهذا، ايش عصمه عثمان افضل من واعظم من دم علي والحسين سلام الله عليهم؟ انا عثمان ده حق وعدي كان بدايه ايه بحثي عن المذهب الشيعي، لما انا قريت قصه عثمان ده اكتر حاجه اثرت فيا، ان هو ما طلعش خليفه راشد زي ما كانوا بيضحكوا عليا واحنا عيال صغيره، وان الخلفاء الراشدين ملوا الدنيا ايه عدلا. ما انا دخلت اقرا ولقيت ان هو كان حاكم ظالم، قلت لا ده كان شخص يستحق ايه ما حصل ايه. لا بعد كده بدات ادور، ظهرت قدامي معركه الجمل، بعد كده ظهر قدامي معاويه بن ابي سفيان، بعد كده ظهرت قدامي ان ابو بكر، ان مش كل الناس كانت بيعت ايه ابو بكر، كل اللي رفض مبايعه ابو بكر لان هم كانوا بايعوا سيدنا علي بن ابي طالب قاتلهم. انا اترجى منك يا حاج وعد انك تبتدي بانك تخصص حلقات لعثمان بن عفان، لان الشخص ده هو البدايه اللي ظهرت منه الاحداث كلها، ساعتها تشير هتبدا طريق لناس كتير ان هي تبدا تستفيد وتدور اكتر ان شاء الله. بعتذر على القطع. لا تحزن حاج وعد، لا تحزن، يكفي اخواني من اهل السنه ان يعلموا ان ابن تيميه حوكم 3 مرات على نفاقه وادعائه في أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نقل الكلام ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، قال واتهموه بالزندقة والنفاق لأنه قال في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه كان مخذولا حيث محل وارتحل، وأنه كان يطلب الرئاسة، فالرجل ناصبي واتهمه علماء العصر جميعا بالنفاق ومات بالسجن لعنه الله. طيب الان الان لما لا المشكله الان هي القضيه، الان لما القضيه عند مالك بن نويره، فلما تريد الان تطعن، لماذا يعني عندك حسيكه اللي وصفتكم الزهره عليه السلام حسيكه النفاق، تاتي الى علي بن ابي طالب عليه السلام، علي بن ابي طالب عليه السلام
والزهراء سلام الله عليه.